أزمة مياه الشرب في محافظة البصرة وصلت حد من التفاقم باتت تهدد صحة المواطنين بسبب التلوث. أزمة حذرت من تفاقمها منظمات دولية عديدة، بينما الحكومة في بغداد لم تحرك ساكنا للتعامل مع الأمر وحماية صحة السكان. وأمام الإهمال والتراخي الحكومي، بادرت منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع لتحسين جودة المياه في البصرة بتكلفة 7 ملايين دولار عبر إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالتعاون مع شركة إين الإيطالية وشركة نفط البصرة وشركة أخرى مصرية. وهذه المحطة مصممة على المياه المالحة بسبب الظروف التي تمر بها محافظة البصرة، محافظة عزيزة، من ارتفاع نسبة الملوحة. ومن المقرر خلال هذه السنة نقوم بإنتاج 800 متر مكعب بالساعة ماء محلى صالح للشرب. غير أن كمية المياه التي ستنتجها المحطة لن تكون كافية حسب ما يرى ناشطون في البصرة، ولن تحل أزمة المياه في المحافظة التي يزداد تلوث مياهها ويرتفع فيها اللسان الملحي بصورة باتت تهدد الصحة العامة للمواطنين. والله احنا كشعب بصري، كمواطن من محافظة البصرة، نطمح أن تكون أو توضع حل لهاي المشكلة أو تتوفر مشاريع، لكن صراحة يعني أنا ما أشوف هذا المشروع راح يسد حاجة البصرة، لأن تعرف محافظة البصرة محافظة كبيرة، عدد سكاني هائل، استخدام ماء يعني تحتاج إلى كثير من كمية المياه، وما أعتقد هذا المشروع راح يحل المشكلة بمحافظة البصرة. هو مشروع بتمويل دولي قد يحل جزءا من أزمة مياه الشرب في البصرة، إلا أن المشكلات لا تنتهي طالما بقي الفساد والإهمال سيد الموقف في التعامل الحكومي مع أزمات العراق المتفاقمة.